كل هؤلاء ضمن قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، قتلة وتجار بشر ومحتالون كبار وزعماء عصابات مخدرات وإرهابيون. وهذا الرجل يمثل تهديداً للسلام العالمي وشخصية رئيسية في صراع القوى العظمى. اسمه لي فانغوي، لكنه يطلق على نفسه أيضاً اسم كارل لي، ويستخدم العديد من الأسماء المستعارة الأخرى. هو أيضاً صاحب أعلى مكافأة للإرشاد عن مجرم مقارنة بباقي المطلوبين، 5 ملايين دولار. الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد والمخابرات الألمانية وأجهزة استخبارات أخرى تطارده منذ عشرات السنين، حتى إن أحد الرؤساء الأمريكيين تدخل بنفسه لكن دون جدوى. لا يزال جو من الغموض يحيط بكارل لي هذا. إنه يذكرني بأباطرة المخدرات الكولومبيين مثل بابلو إسكوبار. أعتقد أنه على الأرجح شخص موجود بالفعل. إنه صياد، وفريسته هي تجارة السلاح الأكثر انعداماً للضمير على هذا الكوكب. اسمي آرون أرنولد، كنت محلل استخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي. كانت قضية كارل لي هي أكثر الحالات غير العادية التي شاركت فيها على الإطلاق. لا أتذكر أي حالات أخرى وصلت إلى هذا المستوى من التعقيد والمكائد. إنه البحث عن شبح مكن إيران من بين أمور أخرى من الحصول على صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية، ولا توجد له سوى صورة واحدة قديمة. هذا نوع من الغموض الآخر لكارل لي. لماذا لا توجد المزيد من الصور؟ ولماذا لا توجد مقاطع فيديو؟ من النادر في هذا العصر أن يتمكن شخص ما من الاختباء لفترة طويلة دون أن يتم تصويره. ترك آرون أرنولد العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل سنوات للدخول في مجال البحث العلمي، لكن هذه القصة بالذات ظلت عالقة بذهنه. لقد تحولت إلى واحدة من تلك الحالات التي تزداد في كل يوم تساؤلاتك حولها. اليوم صار هناك أجيال من المحققين وعملاء المخابرات والدبلوماسيين مروا بنفس تجربة آرون أرنولد. هذه إحدى ضواحي واشنطن. هنا يقطن العديد من مخططي الحروب الأمريكية ومن يصوغون السياسة الخارجية للولايات المتحدة، من بينهم الرجل الذي ربما كان أول من بدأ في اقتفاء أثر كارل لي. اسمي فان فان ديبن. عملت لقرابة 14 عاماً في وزارة الخارجية مديراً للمكتب المسؤول عن منع انتشار الصواريخ. كان لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ أولوية قصوى لدى الرئيس. شغل لسنوات منصب ضابط المخابرات الوطنية لشؤون أسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة، وعمل في وزارة الخارجية حتى أواخر عام 2016. طوال ذلك الوقت كنت مسؤولاً بشكل ما عن ملف قضية كارل لي. لم يكن أحد يتخيل الأبعاد التي ستتخذها قضية كارل لي عندما لاحظت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أثناء عملها اليومي في جمع بيانات الاتصالات وجود تحويلات بنكية مشبوهة لرجل أعمال صيني. أظن أننا كنا في مطلع العقد الأول من القرن 21، وكان من بين مهامي آنذاك قراءة التقارير الاستخباراتية التي وصلت خلال الليلة السابقة، عندما أشارت بعض التقارير لأول مرة إلى أنشطة كارل لي.
سرعان ما أدرك الأمريكيون أنهم التقطوا أثراً لمجرم متسلسل يقوم بشحن مكونات لبناء الصواريخ إلى إيران في خرق لعقوبة مجلس الأمن الدولي المفروضة على طهران عام 2006. لقد كان نشيطاً جداً وبدأت تتكشف الأمور تدريجياً كل أسبوع أو أسبوعين، وكنا نحاول اتخاذ رد فعل حيالها. خلف الكواليس مارس الأمريكيون الضغط. شاركت الخارجية الأمريكية مع حكومات دول أخرى المعلومات حول الطرق التي يتخذها كارلي للشحن كي تتمكن من إخراج حاوياته من التداول عند تفريغ السفينة لحمولتها. أثناء تلك العملية التي بدأناها كنا نكتشف أحياناً بعض الأشياء، وأحياناً لم يكن بإمكاننا فعل أي شيء، إما لعدم كفاية المعلومات أو لأن المعلومات كانت حساسة جداً لدرجة أن الخطر كان كبيراً جداً، لذا كان علينا التغاضي عن الأمر. وهكذا في غضون بضع سنوات أصبح كارلي المورد صاحب الثقة لصناعة الصواريخ الإيرانية. كذلك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تنبهت لكارلي في مطلع الألفية. كانت تخشى من أن يسهم رجل الأعمال الصيني في زيادة مدى صواريخ عدوها اللدود، وهو ما يعني عواقب وخيمة على إسرائيل. قبل أكثر من 20 عاماً ذهب الإيرانيون لأول مرة إلى كوريا الشمالية لشراء صواريخ، وكان الكوريون الشماليون منفتحين جداً على الرغبة الإيرانية، وقالوا لهم إن لديهم الكثير من الصواريخ وإنهم يمكنهم شراء الكمية التي يريدونها. السؤال الإيراني كان مثيراً للاهتمام، ما مدى الصواريخ؟ وعندما أخبرهم الكوريون الشماليون أن المدى هو 1000 كيلومتر، قالوا إنهم لا حاجة لهم بصواريخ مداها أقل من 1300 كيلومتر. في تلك الأثناء هرعنا جميعاً إلى الخرائط لنرى ما ستضيفه 300 كيلومتر فوق 1000 إلى قدراتهم، وكان الأمر واضحاً للغاية. إن لم يكن مدى الصواريخ يصل إلى قلب تل أبيب فلا رغبة لهم في شرائها. فرق مقداره 300 كيلومتر قد يتسبب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص. لا يهم أين تضرب أو تقتل، تل أبيب مدينة مزدحمة للغاية وسوف يقتل الكثير من الإسرائيليين. إسرائيل تتعرض مراراً وتكراراً للقصف بصواريخ أصغر، لكن شحنات كارلي ساعدت في جعل البلاد في نطاق صواريخ إيرانية طولها 15 متراً يمكنها أيضاً حمل رؤوس نووية. بعض الحلول التقنية الذكية كاستبدال الفولاذ بالألمونيوم وتركيب موجه أفضل وتصغير حجم الرأس وتعديل ثبات الديناميكا الهوائية زاد مدى تلك الصواريخ فجأة إلى 1500 كيلومتر، مما جعل إسرائيل في متناول مداها. بدأت أجهزة الاستخبارات الألمانية والبريطانية وغيرها من أجهزة الاستخبارات تهتم في العقد الأول من الألفية بكارلي، لكن من هو الرجل الذي يمكنه إغراق الشرق الأوسط في الفوضى؟ لقد أمضى الكثير من زملائي ساعات لا تحصى في البحث في سجلات الزواج والوفاة وملفات المحاكم لمعرفة أكبر قدر ممكن عن هذا الرجل. تمكن المحققون من معرفة رقم جواز سفر كارلي، وهو سلسلة أرقام تشبه في الصين بصمة الإصبع وتدوم مدى الحياة وتكشف عن تاريخ الميلاد، وهو 18 سبتمبر عام 1972. يشير أول رقمين منه وهو 23 إلى المقاطعة التي ولد فيها وهي هيلونغ جيانغ، وهي منطقة في أقصى شمال شرق الصين تقع مباشرة على الحدود مع روسيا، أو بتعبير أدق سيبيريا. في سبعينيات القرن الماضي أطلق الصينيون على هذه المنطقة اسم البرية الشمالية الكبرى. حتى يومنا هذا يكاد لا يوجد أي أجنبي في هيلونغ جيانغ.
يعتقد أن كارلي قضى طفولته هنا في مكان يدعى تشاها يانغ. لم يكن فيه آنذاك سوى شركة زراعية كبيرة. لقد ولد في واحدة من أحلك فترات التاريخ الصيني، ثورة ماو تسي تونغ الثقافية، حيث اجتاحت البلاد موجة من التعصب والعنف، حيث كان الأطفال يوصلون آباءهم وأمهاتهم إلى المشانق إذا أبلغوا عن إساءة هؤلاء لماو. تم إحضار عمال سخرة وشبان مثقفين من المدن إلى هيلونجيانغ. ومن المرجح أن والدي كارلي كانا من بين ملايين الأشخاص الذين جففوا المستنقعات وزرعوا الحقول وجعلوا هيلونجيانغ ما هي عليه اليوم سلة خبز الصين. إنها منطقة صينية نائية ليست غنية وتعتمد بشدة على الزراعة في الصيف، وتغطيها الثلوج في فصل الشتاء بالكامل. المسافة إلى أقرب ميناء بعيدة للغاية، وهذا يعني صعوبة تصنيع أي شيء في هذا المكان. حتى اليوم يرى الزوار الغربيون أن هيلونجيانغ مكان غامض وضائع وغريب بعض الشيء. إنه المكان الذي أمضى فيه لي فانغوي السنوات الأولى من حياته، وبعد 30 عاماً وبشخصية كارلي بات يرهق أقوى حكومة في العالم. لم يمض وقت طويل حتى قررنا أن علينا التوجه إلى الحكومة الصينية، لأننا إذا أردنا إيقافه بالفعل فعلينا إقناع الحكومة الصينية بطريقة ما بفعل ذلك. في البداية اعتقد الأمريكيون أن هذا النهج سيكون ناجحاً، وهكذا بدأنا الحوار مع الحكومة الصينية وزودناها بمعلومات حول أنشطة كارلي، وحاولنا في الوقت نفسه مساعدتهم وإقناعهم باتخاذ إجراء. آنذاك كانت الحكومة الصينية قد غيرت للتو نهجها المتعلق بتصدير الأسلحة. في الثمانينيات والتسعينيات انتشرت الأسلحة الصينية بتركيز خاص عن طريق صادرات الشركات الحكومية الكبيرة والشركات التي كان من الواضح ارتباطها بالحكومة الصينية التي كانت تتحكم فيها، وكانت هذه الشركات تبيع أنظمة كاملة للبلدان التي تثير القلق. بالاقتصاد ازداد نفوذ بكين. قدمت الصين نفسها كقوة عالمية مسؤولة وصادقت على العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى منع وصول الصواريخ والرؤوس النووية في الأيدي الخطأ. من المؤكد أن الصين عليها التزامات دولية للقيام بأشياء، فهي طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. لقد قال الصينيون إنهم ملتزمون بشيء يسمى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ. لذا بالعودة إلى كارلي ووفقاً لذلك النظام، فمن المفترض أن تسيطر الصين على الصواريخ ذات الصلة بنوع التقنيات التي يوفرها كارلي. بصفتها العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أيدت الصين أيضاً عقوبات عام 2006 على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، لكن كارلي استمر في إمداد طهران. كل بضعة شهور عند توفر معلومات كنا نرسل مذكرات احتجاج للحكومة الصينية حول لي وأنشطته. إذن هناك تاريخ طويل جداً من مذكرات الاحتجاج الأمريكية للصينيين المتضمنة لشكاوى ضد لي وتطالبهم باتخاذ إجراء بحقه. كانت المحادثات شائكة للغاية بالنسبة للأمريكيين، إذ إن عملاء الاستخبارات المركزية يختفون من حين لآخر في الصين. الكشف عن معلومة ما قد يعرض أرواحاً للخطر. السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو ما مقدار ما يجب أن تخبر به نظيرك الدبلوماسي عن مشكلة عرفتها من أجهزة الاستخبارات؟ أسوأ شيء هو أن تخبر دبلوماسيين بمشكلة ما تحدث في بلادهم وتطلب منهم وقفها، فيخبرون السلطات الأمنية في بلادهم التي يمكنها تحديد مصدر المعلومات الخاص بك وإطلاق النار عليه. شخص ما يموت بسبب محاولته فيها لمشكلة ما، وهكذا تنقطع عن المعلومات، والجميع يعتقد أن المشكلة قد حلت لكنها لم تحل. ما حدث فقط هو أن المصدر قد تمت تصفيته. كان الرئيس الأمريكي آنذاك هو جورج دبليو بوش. على الرغم من المخاطر اختارت إدارته مراراً مشاركة المعلومات الحساسة حول كارلي مع الصينيين.
في عام 2008 تدخلت وزيرة خارجيته شخصياً. أصدرت كونداليزا رايس تعليمات لدبلوماسييها في السفارة الأمريكية في بكين بتكثيف الضغط، طلب منهم محاولة إقناع الحكومة الصينية لضمان تدخلها في الأمر. وأرسلت رايس عدة رسائل سرية تدين كارلي بشدة. كان الأمر يتعلق بتوريد آلات لبناء الصواريخ ومواد غير ضارة مثل الألمونيوم والجرافيت. من الممكن بناء دافعات توجيه من الجرافيت تصل إلى الذيل، حيث غازات عادم الصاروخ وتغير اتجاهه. هكذا يمكن للصاروخ استخدام العوادم الخارجة من الخلف لتوجيه نفسه. يعتقد أن كارلي زود إيران أيضاً بعدد كبير من أجهزة الجيروسكوب. الجيروسكوب هو في الأساس دماغ الصاروخ وأعضاؤه الحسية. إنه يسمح للصاروخ بتحديد المكان الذي يتحرك فيه ووجهته وكيف يتحرك والتوجيه المضاد والبقاء في مساره. هذه الأدوات هي التي تحول القذائف غير الدقيقة إلى أسلحة دقيقة. هذه هي الطريقة التي يوجه بها الصاروخ نفسه. الجيروسكوب يشبه الجهاز العصبي للصاروخ. يبدو أن كارلي يزود ما يكفي منها لإنشاء ترسانة كاملة من الصواريخ. هذه أدوات دقيقة تتطلب معايرة دقيقة، يمكنك أن تراها في الكميات التي أرسلها كارلي. هناك المئات من أجهزة قياس التسارع والمشغلات التي تم توريدها، لذا فهذه ليست قطعة واحدة أو قطعتين تحتاج إليهما إيران، بل هي أجهزة تحتاجها لكل صاروخ يبنونه. في عام 2009 جاء الديمقراطيون بقيادة باراك أوباما إلى الحكم. واصلت وزيرة الخارجية الجديدة هيلاري كلينتون مسار سلفتها بلا تغيير. بعد أسابيع قليلة من توليها المنصب، طلبت من دبلوماسيها تسليم رسالة إلى الحكومة الصينية: نحن نحثكم بشدة على التحقيق في هذه الأنشطة. التوقيع كلينتون. من المؤكد أن هناك الكثير من الأشياء غير القانونية التي يقوم بها في الصين، ومن وجهة نظرنا هناك الكثير من الأسس القانونية المحلية في الصين تدفعهم لاتخاذ إجراءات، لكنهم لم يفعلوا ذلك لسبب ما. اسمي آدم كوفمان. بدأت في عام 1994 العمل في النيابة العامة لمنطقة مانهاتن، وكنت مسؤولاً عن جرائم الشوارع. في البداية يتولى المرء الجرائم البسيطة، ثم يتدرج إلى جرائم أكثر خطورة وعنفاً. ثم انتقلت للعمل في مكتب مكافحة المخدرات المختص بتتبع الشحنات الدولية التي غالباً ما تأتي من المكسيك وأمريكا الجنوبية، شاحنات محملة عادة بالكوكايين وأحياناً بالهيروين. بعد ذلك وجدت نفسي أتساءل عما يجب أن أفعله، وذهبت وتحدثت إلى سيدي مورغان ثو. في عام 2003 كان روبرت مورغان ثو هو المدعي العام لمقاطعة منهاتن. إنه ينحدر من عائلة يهودية فرت من ألمانيا. كان والده وزيراً للخزانة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، ومبتكر خطط مورغان ثو لتحويل ألمانيا إلى دولة زراعية. بعد الحرب دعم دولة إسرائيل الوليدة، وكان لذلك أثره على روبرت مورغان ثو. في عام 1961 عينه صديقه جون إف كينيدي في منصب المدعي العام، واستمر ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في التاريخ القضائي للولايات المتحدة. كان لديه قدر هائل من الشجاعة الشخصية، لم يكن يخشى تولي القضايا الصعبة. اقترح علي أن أنضم إلى مكتبه الصغير المسمى قسم التحقيق المركزي، والذي كان محور العمل فيه اهتمام السيد مورغان ثو بالأسواق الدولية والاعتراف بالمكانة التي لعبتها منهاتن في عالم المال العالمي. في جوار شارع وول ستريت أراد مورغان ثو في أن يكون أكثر من مجرد مدع عام لمنهاتن. رأى دوره كمدع عام للجريمة الدولية. تعتبر منهاتن فريدة من نوعها لأن الكثير من التمويلات العالمية يمر من خلالها، كما أن التحويلات والأوراق المالية والكثير من الأعمال التجارية العالمية تتم على بعد ميل من المحكمة في منهاتن.
كان العرف الذي يعتمده مورغينثو ينص على قدرة محققيه على تعقب أي مجرم مرت أمواله عبر مانهاتن، وكان هذا هو الحال غالباً عندما يقوم شخص ما في مكان ما بتحويل أمواله بالدولار، مما يعني أن ذراع مورغينثو الطولة وصلت إلى كل جزء من العالم، ولم يكن خائفاً من استعراض تلك العضلات والتعامل مع عالم الأعمال الدولي بطريقة لا يستطيعها سوى عدد قليل جداً من المحامين المحليين. ذات يوم عندما كان المدعي العام بعمر يزيد عن 80 عاماً، وصل مصادفة إلى كارلي، حيث تلقى مورغينثو معلومة عبر أحد اتصالاته السرية. ربما كان ذلك في عام 2005 تقريباً. دعانا إلى مكتبه وأخبرنا أن نشتري تذاكر ونصعد على متن طائرة ونتوجه إلى إسرائيل. بعد أن قيل لنا إننا سنذهب للقاء مسؤولي المخابرات الإسرائيليين، لم يكن لدي أي فكرة عما ينتظرنا. عندما وصل محقق نيويورك، لم يكونوا قد سبق لهم السماع مطلقاً عن كارلي. كل ما كانوا يعرفونه هو أن رئيسهم كان قلقاً للغاية بشأن البلد الذي كان والده يدعمه في الماضي. كان ينظر إلى إيران على أنها تهديد لإسرائيل، لكن وجهة نظره كانت قائمة على الإرهاب. لقد اعتبرها أيضاً تهديداً لنيويورك ومواطني نيويورك، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. كانت تلك هي السنوات التي اكتشف فيها العالم طموحات إيران السرية لبناء قنبلة نووية. بالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا تهديداً وجودياً، وهكذا ينعقد اجتماع استثنائي للغاية. لم يسبق لي مطلقاً أن سمعت عن مدع عام محلي يجتمع مع أجهزة استخبارات أجنبية. فنحن لسنا الحكومة ولسنا المخابرات المركزية، لكن بالنسبة للسيد مورغينثو بدا الأمر نوعاً ما وكأنه عمل كالمعتاد. كان لدى الإسرائيليين برنامج مكثف يركز على أسلحة الدمار الشامل الإيرانية ومشتريات الصواريخ. كان جهاز الاستخبارات الموساد يراقب كارلي منذ فترة، لكن الصين كانت أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل، ولم تكن الحكومة تريد أي نزاع مفتوح مع بكين. وفجأة يجلس رئيس الموساد أمام المدعين العامين في نيويورك. أتذكر أنني جلست في اجتماع مع مائير داغان الذي قال لنا: نحن لا نريد أن تبقى المعلومات المخابراتية حبيسة الأدراج، نريد أن نواجه الأمر، وأنا أعتقد أن السيد مورغينثو يفكر بنفس الطريقة، لذا فنحن نريد مساعدتكم في تقديم قضايا تفضح ما تفعله إيران. وأضاف أيضاً: سنمنحكم الأدوات، وإذا استطعتم استخدامها نريد منكم فعل المطلوب. بدأ الموساد الإسرائيلي التعاون سراً مع المدعين العامين الأمريكيين ضد رجل أعمال غامض في الصين. قدموا لنا بعض المعلومات الأولية عن كارلي. حتى اليوم تعتقد السلطات أنه موجود هنا في إحدى أهم مدن الموانئ في آسيا. تقع على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوباً من مسقط رأس كارلي في هيلونغ جيانغ، غير بعيدة عن الحدود مع كوريا الشمالية، مدينة يسكنها الملايين واستفادت من الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الصين في 80ات القرن الماضي. آنذاك بدأت البلاد تنفتح على الغرب، وذلك كله بفضل دينغ شياو بينغ خليفة ماو، والذي أقام مناطق اقتصادية خاصة في الصين حيث كان الاستثمار الأجنبي ممكناً. تلك هي الطريقة التي جلب بها دينغ الرأسمالية إلى الصين. في عام 1984 جعل داليان منطقة اقتصادية خاصة أيضاً. ليس من الممكن معرفة متى بالضبط جاءت عائلة كارلي إلى هناك. على الرغم من البحث الدقيق، إلا أنه لا توجد تفاصيل عن شبابه،
الناس الذين عرفوه لم يتحدثوا، لم تفصح السلطات عن شيء، كما لو كان هناك توجيه عام بعدم التحدث عنه. لا توجد سوى شائعات ومعلومات غير دقيقة. يعتقد أنه التحق بمدرسة في داليان اسمها رقم 24، وهي مدرسة للنخبة من أبناء كبار مسؤولي الحزب، وهذا يتسق مع الادعاء بأن جد كارلي كان ضابطاً كبيراً في جيش التحرير الشعبي. يعتقد أيضاً أن كارلي عمل لفترة ما لدى الدولة، لكن من غير المعروف في أي منصب. ثمة شيء واحد مؤكد، وهو أنه استغل مزايا داليان. تعد مدينة الميناء مكاناً رائعاً لممارسة الأعمال التجارية، حتى تلك غير القانونية. الكثير من الشركات الأجنبية مثل الشركات الأمريكية أو الأوروبية لها فروع هنا وتصنع الأشياء في الصين، وهي مكان رائع لمن يريد الاتجار بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، حيث توجد الكثير من الأماكن للاختباء. هنا في داليان تم تسجيل منشأة تجارية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، اسمها شركة ليمت للاقتصاد والتجارة. الممثل القانوني للشركة كما هو وارد في السجل التجاري للشركات الصينية بتاريخ 4 يونيو عام 1998 هو لي غويجيان والد كارلي. كانت هذه الشركة نواة الإمبراطورية التجارية لكارلي. وفر لنا الإسرائيليون بعضاً من محتوى رسائل بريد إلكتروني بها إشارات إلى أسلحة الدمار الشامل ومواد أخرى لشراء الأسلحة وإنتاج الصواريخ وما شابه. كنا نعمل حتى وقت متأخر من الليل، وكنا نطلب البيتزا والبيرة ونعمل على هذا الملف بلا توقف طيلة الوقت. كان المدعون العامون محظوظين، لأن كارلي كان متهوراً للغاية في جانب واحد. كانت بعض عناوين البريد الإلكتروني من مزودي الولايات المتحدة كهوت ميل وياهو، نظراً لوجودها في الولايات المتحدة كان هناك إجراء للوصول إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني هذه من مزودي الخدمة. لذا كان لدينا نقطة انطلاق، كان لدينا بعض المدعين العامين الموهوبين والمثابرين يعملون على القضية، وقاموا بفحص المعلومات وإجراء اتصالات. ما وجدوه تفوق على جميع النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن، إذ عثر المحققون على صفقات لا حصر لها وشبكة تبدو غير قابلة للاختراق من شركات وهمية. وجدنا قنوات عديدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل وللأموال التي تنتقل عبر بلدان مختلفة. كان لديه شبكة عالمية حقيقية، أتذكر ذلك جيدا. كانت هذه المهمة أساسية للغاية، خاصة عندما اطلعنا على محتوى رسائل البريد الإلكتروني، بات كل ذلك في متناول اليد. لقد كتب في إحداها: نحن نفس الشركة، أي المصنع والأشخاص من شركة ليمت السابقة، والفرق الوحيد هو أن الاسم الإنجليزي للشركة قد تغير إلى شركة سينو لاستخراج وتصنيع المعادن. كان يرسل بريداً إلكترونياً للناس ويقول: لا تقلقوا بشأن العقوبات الأمريكية، سأقوم بتغيير اسم شركتي. أعني لقد كان وقحاً وجريئاً في رسائل البريد الإلكتروني. لقد دفع باتجاه إقحام شركائه في العمل في هذه المعمعة وكتب لهم قائلاً: هذا مهم جداً، وإلا قد تحضر الأموال مثل المرات السابقة. كانت هناك تحويلات بنكية بين تجار المعادن في جميع أنحاء العالم الذين وفروا المواد التي أرسلها كارلي لإيران، وكان عليه أن يدفع ثمن تلك المواد بالدولار الأمريكي. تتم تسوية مدفوعات الدولار الأمريكي غالباً من خلال البنوك في الولايات المتحدة، وخاصة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي كانت معظم هذه البنوك في منهاتن. لو كان التحويل البنكي يتم باسم كارلي أو لي فانغوي لأوقفته البنوك، ولكن إذا كان التحويل يتم باسم شركة معادن تحمل اسماً رائعاً، فلا يوجد شيء يمكن للبنوك الأمريكية أن تشتبه به، وسيتم الدفع بسلاسة. كانت هذه كل فكرة كارلي في إنشاء كل هذه الشركات الوهمية. لولا خداعه للبنوك الأمريكية لمعالجة المدفوعات لكانت حظرت. على الرغم من أنه كان يختبئ على بعد آلاف الكيلومترات من منهاتن،
إلا أن المحققين أرادوا أن يواجه كارلي المحاكمة في نيويورك. كانت النظرية القانونية التي توصلنا إليها هي أن كارلي تسبب من خلال التحويلات البنكية بأسماء مزيفة في حصول السجلات المصرفية لبنوك منهاتن على معلومات خاطئة. وتزوير السجلات التجارية يعتبر جريمة في قانون ولاية نيويورك، وبذلك تم اعتبار ما فعله تزويراً للسجلات التجارية للبنوك في منهاتن. بعد شهور من التحقيقات وجهوا الاتهام إلى كارلي. أعلن المدعي العام لمقاطعة منهاتن روبرت مورغنثو عن لائحة اتهامات تضم 118 تهمة ضد مواطن صيني. في 7 أبريل 2009 عقد المؤتمر الصحفي الذي كان علينا أن نعلن فيه عن لائحة اتهام كارلي. كانت هذه فرصة للسيد مورغنثو ليظهر للعالم أن تاجر السلاح الصيني هذا يرسل مواد إلى إيران من شأنها قتل البشر. كان يريد إعداد لائحة اتهام تقول إن الصين تزود إيران بأسلحة الدمار الشامل. أراد أن يسمع العالم كله ذلك ويعرفه. قدم روبرت مورغنثو دعوى لتسليم كارلي ب36 عاماً. السؤال المهم هو هل كانت الحكومة الصينية تعلم أن بنوكاً صينية كانت متورطة في بعض تلك المعاملات؟ فلطالما اتهمت الشركات الصينية باستخدام شركات وهمية في الولايات المتحدة. لكن الحكومة الصينية بدت غير مهتمة بطلب التسليم، وكارلي بدأ اللعب بالورقة الحذرة. يعتقد أنه غادر الصين للعمل في طهران في رحلة مباشرة. بهذه الطريقة لن يتعرض لخطر الاعتقال في محطة توقف أجنبية وتسليمه إلى الأمريكيين على طبق من ذهب. أتذكر أنني رأيت اسمه كثيراً في وثائق الولايات المتحدة، وكنت أتساءل من هو هذا الرجل؟ اسمي دانييل سالزبوري. أنا باحث في كلية كينغز في لندن، حيث أجري أبحاثاً حول انتشار وتصدير الأسلحة وحظرها. دانييل سالزبوري باحث في قسم دراسات الحرب. يحافظ الأكاديميون على علاقات جيدة مع وكالات الاستخبارات الغربية، وغالباً ما تكون اهتماماتهم متشابهة. تخصصهم هو البحث عن المعلومات المتاحة للجميع، ولكن لا يصل إليها إلا قلة. عند الشروع في الاهتمام بهذه القضايا تجد أن الكثير من المعلومات متاحة، لذا استعنا بخبراء صينيين وبدأنا البحث في الإنترنت. استخدم الباحثون المصطلحات الصينية لتمشيط السجلات التجارية وقواعد بيانات الجمارك والمحاكم. بهذه الطريقة تمكن دانييل سالزبوري وزملاؤه من تسليط الضوء على شبكة شركات كارلي من قاعدتهم في لندن. وجدنا أن معظم شركاته مرتبطة بعنوانين اثنين: يوتشي مانشنز، الذي يبدو أنه مبنى مكاتب كبير في وسط مدينة داليان. إنه ليس ناطحة سحاب، لكنه مرتفع جداً وبه العديد من الطوابق، وأتصور أن هذا هو الجزء الإداري من العملية. من خلال العمل مع خبرائنا الصينيين تمكننا من العثور على بعض الصور من خارج المبنى والتعرف على شكله ونوعية الأشياء التي يمكن أن تتم داخله. كانت الكثير من الشركات مسجلة هناك، وبعض الإجراءات الإدارية مثل توظيف الأشخاص كانت تتم من هناك. كما اكتشفوا شيئاً آخر غير انطباعهم عن كارلي بالكامل، إحدى الشركات التي كانوا قادرين على نسبها إليه كان لديها موقع على شبكة الإنترنت، وأظهرت أنه لم يكن مجرد تاجر. كان لدينا الكثير من قوائم المنتجات لأنواع مختلفة من الجرافيت. لقد أدركنا أن العنوان خارج المدينة لم يكن مجرد عنوان عمل أو مستودع أو مكتب، ولكنه كان في الواقع مصنع الجرافيت الكبير، وذلك غير حجم المشكلة في أذهاننا. كان بالفعل اكتشافاً مذهلاً. بالنظر إلى صور القمر الاصطناعي، فهو مكان كبير جداً. من خلال الإنترنت أعتقد أن مساحة المكان كانت نحو 80,000 متر مربع. من الصعب للغاية التحقق مما يحدث داخل تلك المباني.
ولكن مع وجود مصنع يغرق أسواق الصين بهذه المنتجات، تتخذ المشكلة أبعاداً أخرى. بعد أشهر من التحضير، تقرر إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الصين نفسها في المدينة التي يعتقد المحققون وأجهزة الاستخبارات والباحثون في لندن أن كارل لي كان يختبئ فيها. جميع الآثار التي خلفها الرجل الموجود على رأس قائمة تجار الأسلحة المطلوبين في العالم تؤدي إلى هذه المدينة. تم تسجيل العديد من الشركات ذات الصلة بكارل لي في داليان. افترضنا أنه إذا كنا سنجده في أي مكان فهذا هو المكان الذي سيكون فيه. عندما انتشرت جائحة كورونا، عزلت الصين نفسها عن بقية العالم. قامت الحكومة بطرد العديد من الصحفيين الأجانب وتوقفت عن إصدار تأشيرات المراسلين لفترات قصيرة. كانت الطريقة الوحيدة للاقتراب من كارل لي من أجل هذا الفيلم هي استدعاء زميلين يقيمان في الصين منذ فترة طويلة، كريستوف جيزن وماتياس بولينجر الذي يعمل مصوراً أيضاً. بدأ الاثنان بحثهما عن فرد واحد في مدينة يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة. كلفنا أنفسنا بزيارة العديد من الشركات المسجلة أو التي كانت مسجلة هنا ومعرفة ما يمكننا رؤيته بالفعل. من الذي يمكننا التحدث إليه والذي قد يزودنا بالمجموعة التالية من الأدلة المتعلقة بهذا اللغز الذي نحن بصدده؟ هل سنجد في النهاية أدلة تؤكد وجوده؟ أول مبنى قمنا بزيارته كان برج مكاتب يقع نسبياً في وسط داليان. ذكره تقرير كلية كينغز على أنه المركز المفترض، حيث من المحتمل جداً أن تتمركز إمبراطورية كارل لي. في الماضي قيل إن شركات كارل لي قد استأجرت طابقاً كاملاً هناك، الطابق 25 من هذا المبنى، لذا صعدنا إلى هناك بالمصعد. هل هو بالفعل هنا شخصياً؟ هل لديه حراس؟ هل سيتصل بالشرطة؟ في نهاية الممر كانت المفاجأة. كان هناك 8 مكاتب أو شقق، طرقنا جميع أبوابها ولم يسمع أحد من قبل عن الشركات المسجلة في ذلك المبنى. لم يكن لها أثر. اسمي توماس كانتريمان، عملت ل35 عاماً في السلك الدبلوماسي من عام 1982 إلى عام 2011. عملت في 5 سفارات مختلفة في الخارج ولدى الأمم المتحدة وفي البيت الأبيض والبنتاغون، وركزت بشكل أساسي على قضايا أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. خدم كانتريمان 7 رؤساء، وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لأمريكا فقد كان ينظر إليه على أنه شخص متعدد الجوانب ولديه اهتمام شديد بالتفاصيل. ثم من عام 2011 إلى عام 2017 كنت مساعداً لوزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون منع انتشار الأسلحة. باختصار، مكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار لديه وظيفة وصفناها بأنها إبقاء أخطر أسلحة العالم بعيداً عن أيدي أخطر قادة العالم. وفي تلك الوظيفة كانت إحدى أهم مسؤولياتي هي الإعراب للحكومة الصينية باستمرار عن قلقنا بشأن الصادرات غير القانونية للمواد عالية التقنية التي كان ينظمها السيد لي من الصين إلى إيران. لعب هذا المبنى في الحي الدبلوماسي في بكين دوراً حاسماً هنا، إنه السفارة الإيرانية.
كانت وسيلة الاتصال المعتادة لديه من خلال ملحق الدفاع الإيراني في بكين، والذي كانت مهمته الأساسية هناك هي الحصول على التكنولوجيا اللازمة للبرامج العسكرية الإيرانية. عندما تولى كانتريمان منصبه، كان كارلي يتعامل بالفعل مع إيران منذ عقد من الزمان. كانت المشكلة أنه أصبح في جوهره العضو الأكثر قيمة في فريق الصواريخ الباليستية الإيرانية، لذا لا يمكن القول إن اعتقاله كان سينهي برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكننا كنا مقتنعين بأنه كان سيبطئه بشكل كبير. لقد تحدثت كثيراً في كل محادثة أجريتها مع نظراء الصينيين، كثيراً ما نرى بعضنا البعض في نفس الاجتماعات في نيويورك، في فيينا، في جنيف، لكننا التقينا أيضاً في عاصمتي بلدينا في واشنطن وبكين. شكلت القضية ضغطاً كبيراً على العلاقات بين القوتين العظميين. إنهم يرفضون تحمل المسؤولية، قائلين إن هذا الرجل مجرد شخص ولا يمثل الصين بأكملها. لكن من ناحية أخرى، فرضنا عقوبات هائلة على الكيانات الصينية، لذا حاولوا أن يختاروا أحد الأمرين، وهكذا. في كثير من الأحيان يحتدم الخطاب عندما يتعلق الأمر بالغضب منا لفرضنا عقوبات على الكيانات الصينية، بما في ذلك كارلي. لكن لماذا لم يفعل الصينيون شيئاً؟ كان لدى الأمريكيين تخمينات، إذ اعتقدوا أن كارلي كان لديه حلفاء أقوياء داخل الإدارة الصينية. أعتقد أنه من الصعب على مسؤول متوسط المستوى في الحكومة الصينية إيقافه إذا كان لديه معارف ذو نفوذ، أو إذا كان لديه محامون، أو إذا كان لديه نفوذ. فهذه أمور تفوق قدرة مسؤول صيني متوسط المستوى في مثل درجة الوظيفية. ما يشغلنا هو أن المسؤولين فوق هذا المستوى لا يبدو أنهم يهتمون بهذا الأمر بما يكفي لاتخاذ بعض الإجراءات. بعد المدعين العامين في نيويورك، أصبحت الآن أقوى سلطة تحقيق في أمريكا، وهي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، توجه أنظارها نحو كارلي. أعتقد أن نطاق وحجم هذا النوع من العمليات قد فاق بالفعل أي نوع آخر من القضايا التي كانت تشغل مكتب FBI آنذاك. كلف FBI مجموعة كاملة من المحققين والمحللين بالعمل في قضية رجل الأعمال الصيني. أنا أفضل ألا أتحدث عن تفاصيل كعدد الذين كانوا يعملون على القضية ومن هم، فهذا محظور ويشبه البيانات الخاصة بالموظفين عندما يتعلق الأمر بأجهزة الاستخبارات. لكن قضية كارلي كانت ذات ثقل وأولوية لسنوات عدة في مكتب FBI. تقريباً في عام 2014 لم تتسع أنشطة كارلي فحسب، بل اتضح عدم جدوى الخيارات التي كانت هيئات أخرى تفكر في تنفيذها. فمثلاً كانت بعض الجهات ترغب في مقاضاة كارلي أمام المحاكم الأمريكية، ولكن بعد عدة سنوات أدركوا أن ذلك لن يحدث. لقد اتضح أنه كان لدينا التزام بل وفرصة للضغط بشكل أكبر على الحكومة الصينية كي تمنع السيد لي من تصدير هذه التكنولوجيا إلى إيران. آنذاك كانت الصين على أعتاب عصر جديد. تولى تشي جينغ بينغ مقاليد الحكم في عام 2012. بالنسبة للأمريكيين كانت تلك فرصة لتسليط الضوء على موضوع كارلي. تضمن ذلك نهجاً دبلوماسياً تجاه الصين لا يقتصر على موظفين في مستواي بل مستويات أعلى في الحكومة الأمريكية. وصل الاسم إلى الرئيس أوباما، والذي أعلم أنه ذكر ذلك الاسم للصينيين وشكى منه على وجه التحديد. ولكن للأسف لم يسفد ذلك عن أي تغيير حقيقي في أنشطة كارلي وسلوكه.
بدأت الحكومة الأمريكية في عمل شيء لم يسبق لها فعله تجاه أي تاجر سلاح من قبل. عقدنا عدة اجتماعات، أحياناً في وزارة الخارجية وأحياناً في مبنى المكتب التنفيذي بجوار البيت الأبيض، وهو جزء من البيت الأبيض. تعاونت أجهزة الاستخبارات وسلطات التحقيق والعديد من الوزارات للتخطيط لضربة منسقة. قامت هناك حملة على كارلي نسجتها هيئات مختلفة، صدرت لائحة اتهام وفرضت بعض العقوبات الإضافية تتضمن نوعية جديدة من العقوبات. كان من بينها الضغط القانوني عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. كان هذا خطأ كارلي، إنه استخدم النظام المالي الأمريكي في معاملاته غير القانونية، حيث كان ذلك بمثابة الأداة التي استخدمها مكتب FBI ووزارة العدل، وأدت إلى تجميد نحو 7 ملايين دولار من أمواله. كانت هنالك مكافأة لقاء أي معلومات تقود إلى القبض عليه. وضعت الحكومة مكافأة ب5 ملايين دولار لمن يقود إلى اعتقاله، كما حدث مع بارون المخدرات إلتشابو أو أسامة بن لادن بعد اعتدائه على سفارتين أمريكيتين. بالنظر إلى متوسط المبالغ فقد كانت تصل عادة إلى 1,000,000، أما 5 ملايين فمبلغ كبير جدا، وهذا يعني شيئا. نعم، إنها أموال كثيرة. في اليوم التالي أصدرت الحكومة الصينية أول بيان عام لها بشأن قضية كارلي. تعارض الصين بشدة استناد الولايات المتحدة إلى قانونها المحلي لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات أو الأفراد الصينيين. الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تساعد في حل المشكلة وتضر بالتعاون الثنائي في مجال منع انتشار الأسلحة. بدأت بكين وواشنطن في تبادل الضربات علانية. نحن واضحون جداً بشأن الأنشطة التي قام بها هذا الشخص وتهديده للاستقرار والأمن الدوليين، لذا أعلنا عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجوده من شأنها الإسهام في مثوله أمام العدالة. إذا كان هو في الصين، فما الحاجة إذن لكل هذا الضجيج؟ بحسب البيان، فهو الآن هارب، لذا لا أريد التكهن بمكانه. داخل أروقة الكابيتول استشاط الغضب على بكين. تقول الحكومة الصينية إنه لا يمكنها فعل أي شيء وإنها غير قادرة على إيقاف أنشطته هو وأمثاله، لكن الخبر السار هو أنه يمكنهم فعل أشياء أخرى داخل الصين. ففي العام الماضي تمكنت الحكومة الصينية من اعتقال 5 نساء ينتمين إلى منظمة نسوية، واعتقلت في العام الماضي أيضاً 44 صحفياً و27,000 من أقلية الأويغور المسلمة. لقد تمكنت الحكومة الصينية من فعل كل ذلك، لكنها عاجزة عن إيقاف كارلي. السيد لي لديه أموال ومحامون، لكن سكان الأويغور والمنظمات النسائية غير الحكومية وغيرها لا تملك المال. لقد أثبتت الحكومة الصينية أن لديها السلطة والقدرة على إيقاف أنشطة أي شخص ترغب في إيقاف أنشطته. ثم ظهر فجأة موقع على الإنترنت عن لي فانغوي المعروف باسم كارلي. قال المسؤولون عن الموقع إن هدفهم هو نشر المعلومات عنه. تضمنت الصفحة رسومات لوجه كارلي وصورا مركبة ومقالات باللغات الإنجليزية والصينية والعربية. تحدثت الصفحة عن تواطؤه المزعوم في معاناة آلاف الأطفال في الحرب الأهلية اليمنية، حيث يتم استخدام الصواريخ الإيرانية، وعن صفقات الأسلحة. لكن من المسؤول عن الموقع؟ كتب مسؤول الموقع أن هذه هي نتائج بحث في إطار مقرر دراسي، ومن الواضح أنهم طلاب تبلورت لديهم فكرة الموقع من أحد المحاضرين. لا أستطيع تخيل وجود الكثير من المقررات الدراسية التي تدرس كارلي. إنه موضوع غريب جدا، هذا أمر غير مألوف. أشعر بأنني وزميلي نعرف جميع الأشخاص الذين يقدمون دروسا عن كارلي وليس لديهم أي فكرة.
عمن أنشأ هذا الموقع. اسمي جيف ستاين، أنا أغطي منذ نحو 40 عاماً قضايا الأمن القومية. جاء ذلك بعد أن خدمت في الجيش كضابط استخبارات. آنذاك بدأت في التعرف على كيفية عمل العقلية الاستخباراتية، مما ساعدني كثيراً. ظللت لسنوات عديدة أكتب لمجلة نيوزويك ولصحيفة واشنطن بوست، والآن وأنا على مشارف التقاعد أسست وأتولى رئاسة تحرير موقع سباي توك، وهو موقع يغطي قضايا الاستخبارات. أعتقد أنني سمعت عنه لأول مرة في أوائل عام 2015. بدأت أسمع عن فرض عقوبات على رجل يدعى كارل لي أو لي فانغ وي، فبدأت أبحث في الأمر ووجدت أن المسؤولين الفيدراليين كانوا سعداء لإطلاعي وإخباري بما يجري. فكتبت قصة رئيسية لمجلة نيوزويك. عنوان مقالته: كيف ساعدت الصين إيران في تسلحها النووي؟ ذكر فيها عدداً من التفاصيل من دوائر استخباراتية. كان يحب السيارات الفاخرة، لكن قيل لي أيضاً إنه كان يحب البقاء في المنزل، لم يسافر خارج داليان. لم نعلم عنه الكثير، عرفنا أنه موجود فقط لأننا أرسلنا زميلاً في الصين لإجراء البحث في الموقع وتحديد مواقع عمله ومنزله، لكن لم نتمكن من جمع المزيد من المعلومات عنه. ثم تولى ترامب منصب الرئاسة. يغضبني أن الصين تجني 500 مليار دولار سنوياً وتسلب وظائفنا وتمتص الأموال من بلدنا ولا نفعل أي شيء حيال ذلك. أطلقت إدارة ترامب حملة لإلقاء اللوم على الصين في كل شيء، وكجزء من ذلك استدعاني بعض مسؤولي البيت الأبيض للحضور ومناقشة قضية لي فانغ وي. كان ذلك في عام 2018. وبالتأكيد كان البيت الأبيض في عهد ترامب يعلم جيداً مشاعري بشأن سياسته الخارجية والتي كانت سلبية. غالباً ما كنت أخوض نقاشات مثيرة للجدل مع المتحدثين باسم البيت الأبيض عندما كنت أتصل بهم للتعليق على شيء ما. تواصلهم معي للحديث عن هذه القضية ودعوتهم لي إلى البيت الأبيض أو إلى مبنى المكتب التنفيذي القديم المجاور، وذلك للحديث كان أمراً غير معتاد إطلاقاً. أعني، لقد كنت مستمتعاً جداً بذلك، لكننا كنا على وفاق فيما يخص قضية لي فانغ وي. بينما شن البيت الأبيض هجوماً إعلامياً ضد كارلي، كان التهديد الذي تشكله الصواريخ الإيرانية محط تركيز حاد. في أواخر عام 2017 أجرت مندوبة ترامب لدى الأمم المتحدة لقاءً مع وسائل الإعلام وخلفها حطام صاروخ باليستي أطلقه حلفاء إيران في اليمن على السعودية. استهدف الصاروخ المطار المدني في الرياض الذي يسافر عبره عشرات الآلاف من الركاب كل يوم. تخيلوا لو تم إطلاق هذا الصاروخ في مطار دالاس أو مطار جون كينيدي أو مطارات باريس أو لندن أو برلين. هذا ما نتحدث عنه هنا، هذا ما تدعمه إيران بنشاط. في البداية تساءل الكثيرون عما إذا كان الأمريكيون يقودون العالم مرة أخرى نحو مجهول، مثلما فعلوا قبل حرب العراق عندما قدموا أدلة مزعومة عن برنامج صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، لكن الخبراء كانوا متأكدين من أن الصاروخ في تكوينه كان هو بالضبط الموجود عند إيران، وهو ما كشفت عنه إيران بفخر قبل بضع سنوات في العديد من مقاطع الفيديو والعروض التقليدية. إحدى قطع الحطام تكشف بعض المعلومات، إذ يوجد عليها شعار شركة أسلحة إيرانية معينة. أحد أهم عملاء كارلي
كان الهجوم على الرياض بمثابة بداية لسلسلة كاملة من الضربات المستمرة حتى اليوم. نحن نراهم يستخدمون تلك الصواريخ، لقد رأيناهم يستخدمونها في العراق، لقد رأيناهم يستخدمونها في السعودية وفي سوريا حيث كان لها تأثير كبير، كما أننا نرى إيران تنشر هذه الصواريخ عبر المنطقة. فحزب الله اللبناني مثلا هو الوكيل والعميل الأكثر شعبية للصواريخ الإيرانية، ولكن الآن يستخدم الحوثيون في اليمن الصواريخ الإيرانية إلى حد كبير أيضا. وعندما اقتربت الأمور من حدوث حرب بين إيران والولايات المتحدة، كانت الصواريخ الإيرانية عاملاً مهماً. الهجوم الوحيد الذي برز في السنوات الأخيرة كان الهجوم الإيراني على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية في شهر يناير عام 2020، حيث أطلقت إيران عشرات الصواريخ على هذه المواقع. كان الأمر في غاية الخطورة، وأدى ذلك إلى أكثر من 100 إصابة بصدمات دماغية بين أفراد الجيش الأمريكي. لو أدت هذه الضربة إلى سقوط قتلى أمريكيين، لكنا قد شهدنا استجابة أمريكية أكثر فتكاً مما رأيناه في السنوات الماضية، ولا أعرف إلى أي مدى كان سينخفض التصعيد. هناك شيء واحد مؤكد، لولا مساعدة كارلي لما وصل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إلى ما هو عليه اليوم. لكن ماذا تقول الحكومة الصينية؟ فرصة الإجابة على هذا السؤال أعلى خارج الصين. مؤتمر ميونخ للأمن، تجمع سنوي للقادة والوزراء والمسؤولين العسكريين ورؤساء أجهزة الاستخبارات من جميع أنحاء العالم. في شهر فبراير عام 2020 ضمت قائمة الضيوف أحد كبار الساسة الصينيين، وزير الخارجية وانغ يي الذي كانت وزارته تتفاوض مع الأمريكيين بشأن كارلي منذ عقدين. خلال فترة وجودهم في ميونخ، كان على وانغ يي والضيوف الآخرين من الدول الأقل ديمقراطية تحمل شيئا لن يسمح به في بلادهم أبدا، وهو تلقي أسئلة غير مريحة من الصحفيين. مجرد سؤال. السؤال هو: لماذا لا توقف السيد لين فانغوي المعروف أيضا باسم كارلي؟ إنه مدرج في قائمة المطلوبين لمكتب الـ FBI. تهمة لا أساس لها من الصحة. كان ذلك رد وزير الخارجية الصيني. بالطبع لا تعترف الصين بتزويد إيران بمواد أو مكونات للصواريخ، ومن الصعب الحصول على أدلة دامغة في هذه المرحلة، لكن شكوكي هو أن مصالحهم تتطابق مع صفقات مثل هذه. تتوافق أعمال كارلي مع استراتيجية تشي جين بينغ الذي ينظر إلى بلاده على أنها القوة العظمى الثانية المتبقية، والتي سرعان ما ستتفوق على الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً. يعتقد الاستراتيجيون الصينيون أن إيران القوية ستفيد الصين في هذا الصدد. لتعقيد استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإلهاء الحكومات الغربية بمشاكل في الشرق الأوسط، قد تكون الصين وراءها، وبما يجري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهذا مناسب لهم. مثلاً في حال قررت الصين تنفيذ تهديداتها يوماً ما، في حال تحول المناورات البرية إلى حرب وشن جيش التحرير الشعبي غزواً لتايوان، ولكن أين هو الرجل الذي أصبح شخصية رئيسية في صراع القوى العظمى على مدى السنوات والعقود الماضية؟ فريق المراسلين في الصين في طريقه إلى واحدة من أهم الشركات في شبكة كارلي، وهي داليان كارات إندستري.
الشركة مسجلة في هذا المبنى. لم يكن مكتبا، كان مجمعا صينيا كلاسيكيا. الشركة موجودة بالفعل، هناك أدلة موثقة على صادراتها، وربحت دعوى قضائية ضد مورد أخل بالعقد. لكن من فتحت الباب هي امرأة عجوز تحمل سكينا، كانت تقطع الخضار. عندما سألنا المرأة من أين جاءت، قالت هيلونغ جيانغ. وعندما سألناها من أي منطقة بالضبط وذكرنا اسم تشهايانغ، قالت نعم، هذا هو بالضبط المكان الذي جئت منه. تشهايانغ، تلك البلدة الصغيرة التي كانت مزرعة، حيث يعتقد أن كارلي قضى طفولته فيها، تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن داليان. رائع للغاية أن تجد شخصاً ما في مقاطعة أخرى قادماً من هذا المكان الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10,000 نسمة. ترى هل هي متواطئة مع كارلي؟ هل سمحت له باستخدام عنوانها؟ ربما تعرفه منذ صغرها من وطنه في أقصى الشمال. عندما سألناها عن كارلي قالت إنها لا تعرف كيفية الاتصال به، ثم أشارت بسرعة نسبياً إلى عمرها وأخبرتنا أنها تجاوزت 80 وأن علينا نحن العثور عليه. لا تزال هذه شقة المقر الرسمية لشركة داليان كارات إندستري حتى اليوم، على الأقل هذا ما ورد في السجل التجاري للشركات الصينية. في هذه القصة كل إجابة تثير ألغازاً جديدة، مثل السؤال عمن يقف وراء موقع Who is Li Fangwei؟ ولكن هناك أمر واحد نعرفه، وهو أن مسؤولي الموقع لا يريدون أن يعرف أي شخص هويتهم. لقد اختاروا تسجيل الموقع عبر مقدم خدمة لا يفصح عن الهوية، يزداد محتوى الموقع غرابة وتفصيلاً. رسالة هذا الرسم الهزلي هي: تاجر الأسلحة عديم الضمير والجشع كارلي ليس لديه ما يخشاه من المحققين والمدعين العامين، لأنه يستطيع دائماً الاختباء خلف الدولة الصينية. أمر لا يصدق، لا أعتقد أننا رأينا مثل هذا الشيء يحدث مع تاجر سلاح يوماً. أعني، يبدو الأمر متطوراً إلى حد ما ومدروساً جيداً. يبدو أن شخصاً ما قد استثمر بعض الموارد. عندما أقرأه تتكون لدي فكرة، وبعد أن رأيت العديد من الرسوم الهزلية الصينية التي استخدمتها الحكومة الصينية للتحدث إلى الناس حول قضايا الأمن القومي في الصين، يبدو أن أحدهم قد شاهدها وفكر أن هذه قد تكون طريقة جيدة للتحدث إلى جمهور صيني. ثم فجأة يظهر أثر محتمل لمنشئي الموقع الإلكتروني في هذا الملف الشخصي على تطبيق فيسبوك. يبدو أن صاحب الملف التعريفي يدرس الأمن الدولي في ألمانيا ويعترف بأنه صاحب موقع هو إز لي فانغوي. من الواضح أنه يدرس في هايدلبرغ. على أي حال، لقد أحب العديد من المواقع المرتبطة بالجامعة هناك والحياة الطلابية فيها. الشيء الغريب هو أنه في جامعة هايدلبرغ لم يسمع أحد عن طالب يدعى جانغ زانغبوا، ناهيك عن موقع على الإنترنت أو مشروع دراسة عن تاجر أسلحة صيني. لا الأساتذة ولا ممثل طلاب. من خلال تحليلنا للسجلات المصرفية وللبريد الإلكتروني، رأينا أنه كان يجري الكثير من المعاملات باليورو. لقد رأينا أن الكثير من هذه المدفوعات تمت تسويتها عبر فرانكفورت، لذا قررنا أن نحاول تشجيع الألمان على اتخاذ إجراء مشابه لما فعلناه.
فسافرنا إلى ألمانيا وكنا قد أعددنا ملفاً عن مدفوعات اليورو التي علمنا بها. كنا نعرف البنك الذي تمت من خلاله المعاملة والأطراف، التواريخ والبنوك التي كانت تعالج المدفوعات عبر أوروبا، وتحديداً البنوك الألمانية التي كانت تقوم بتسوية المدفوعات. وذهبنا إلى بون والتقينا بسيدة هي مدعية عامة فيدرالية مسؤولة عن إنفاذ العقوبات في ألمانيا، والتقينا بفريق محققين من الشرطة الفيدرالية وقدمنا معلوماتنا لهم. عقدنا معهم اجتماعاً جيداً، لقد طرحوا الأسئلة الصحيحة. من الواضح أنهم كانوا يفكرون في الأمر، ثم دعانا فريق من محققي الشرطة لتناول العشاء وشرب الجعة. تناولنا عشاء ألمانيا لطيفا، لقد تناولنا بحسب ما أذكر السجق المشوية وشربنا الجعة، ثم انصرفوا وبقيت أنا وزملائي في الخارج لفترة أطول قليلا. من وجهة نظرنا لم يحدث شيء على الإطلاق، لم تكن هناك محاكمة مماثلة لكارلي، لم يحدث ذلك أبداً. هناك دليل آخر على الموقع الإلكتروني المشؤوم، وهو مجموعة عربية مرتبطة به على فيسبوك. اسم المسؤول عنها كريم مصطفى، يبدو أنه يدرس أيضاً في ألمانيا ويعيش في برلين. اللافت للنظر أن ملفه الشخصي منظم بشكل دقيق مثل ملف جانغ زينغبوا. كلاهما يحتوي على صور شخصية غير وصفية لنظرات وكتاب. والفرق بين تاريخ انضمام كليهما لفيسبوك لأول مرة هو يومان فقط. هناك شيء آخر مشترك بينهما، كلاهما لا يمكن تعقبهما. هذان الطالبان غير مسجلين لدى السلطات في برلين أو هايدلبرغ. يبدو الأمر كما لو أنهما غير موجودين على الإطلاق. حقيقة أن هذين الشخصين شبحان وأنهما غير موجودين تتناسب مع النظرية القائلة إن هذا الأمر تديره دولة. يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأنها ربما تكون عملية حكومية لمحاولة نشر أخبار عن كارلي، خاصة في الدول التي تنفق الكثير على الاستخبارات ولديها آلاف الأشخاص ممن يعملون في هذا المجال. من المحتمل جداً أن يكون هناك شخص ما في مكتب ما في مكان ما، مهمته هي إدارة هذه الأنواع من العمليات، ربما ضد كارلي وأيضاً ضد تجار المخدرات الآخرين أو غيرهم أيضاً. ترى هل يمكن أن يكون هذا الموقع من صنع أجهزة المخابرات؟ من المحتمل جداً أن يعرف الأشخاص الذين يصنعون مقاطع الفيديو هذه شيئاً عنه، ولديهم إحساس جيد بكيفية رد فعله تجاه شيء من هذا القبيل. الأمر يبدو وكأن هناك شيئاً مستهدفاً. في لغة التجسس يسمى هذا عمليات معلوماتية. ربما يتعلق الأمر بالفضح والاستفزاز الذي قد يسبب بعض القلق، ومن ثم ربما يؤدي إلى حدوث رد فعل يمكن من مراقبته أو الحصول على المزيد من المعلومات. فكرة أنه من الممكن أن تكون دولارات دافعي الضرائب توجه إلى إنتاج مقاطع الفيديو هذه التي تظهر الخنازير التي تطلق الغازات أمر غريب. من بين كل الاحتمالات تبرز دولتان. من المحتمل أنهما الدولتان اللتان يبدو أن لديهما أكبر اهتمام بكارلي. أغلب الظن أنها ستكون الولايات المتحدة أو على الأرجح إسرائيل. ستكون إسرائيل الأكثر منطقية. تشتهر أجهزة الاستخبارات في البلاد بعمليات إلكترونية غير تقليدية، ولا توجد دولة غيرها تواجه تهديداً أكبر من الصواريخ الإيرانية، تهديداً استمر في النمو خلال السنوات الأخيرة بسبب أنشطة كارلي أيضاً. هذا واضح بشكل خاص في الشمال في هضبة الجولان. استولت إسرائيل على هذه الأرض من سوريا عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين.
مرتفعات الجولان ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل لمراقبة أحد ألد أعدائها، ألا وهو حزب الله الذي يحتل مواقع في الشمال من هنا في لبنان. المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس كان متمركزاً هنا لفترة طويلة. ما ترونه خلفنا هو في الحقيقة طريق سريع للتهريب، تنقل إيران من خلاله الصواريخ والمكونات والبنية التحتية والآلات لإنتاجها أو تحويلها. يتم نقل كل ذلك من إيران والعراق عبر سوريا والمناطق نفسها التي يمكنكم رؤيتها بالقرب من الحدود اللبنانية السورية. منذ سنوات تحاول إيران تزويد حلفائها في حزب الله في لبنان بصواريخ دقيقة. بناء على ما نعرفه، لعبت صفقة كارل لي دورا أساسيا في تطوير هذه القذائف ذاتها. ما سيحاول حزب الله استخدامه هو صواريخ دقيقة التوجيه للأهداف الأكثر حساسية وذات القيمة العالية مثل الموانئ والمطارات ومرافقنا الحكومية وموادنا الخطرة. أصبحت البلاد بأكملها على دراية بالطبيعة الوجودية لهذا التهديد فيما يتعلق بميناء مدينة حيفا الساحلية، حيث تم تخزين آلاف الأطنان من الأمونيا. إذا تم إطلاق المادة الكيميائية بطريقة ما، فمن المحتمل أن يعرض ذلك مئات الآلاف من الأرواح للخطر، وهذا ما يعلمه زعيم حزب الله تماماً. قال حسن نصر الله بلا خجل: نعم، سوف أستهدف حاوية الأمونيا في حيفا، سوف أحاول ضربها وسوف أحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. نملة نووية بمعنى كم صاروخ من عنا زائد هول حاويات الأمونيا بحيفا نتيجة قنبلة نووية. إذن هذا هو نوع العدو الذي نتعامل معه. بعد هذا التهديد من زعيم حزب الله تم إفراغ حوض الأمونيا في حيفا، لكن هناك مصانع كيميائية أخرى في إسرائيل يمكن أن تكون هدفاً للصواريخ الإيرانية الموجهة بدقة. وأيضاً لأن كارلي زود طهران لسنوات بأجهزة الملاحة، وبينما كانت أجهزة الاستخبارات الغربية تكتفي بالمشاهدة. كان المسؤولون غاضبين للغاية، ربما لأن إدارة ترامب كانت دائماً غاضبة من الصين وألقت باللوم عليها في كل شيء وشنوا حملة ضد الصين، لذلك كتبت القصة. في عام 2019 نشر جيف ستاين مقالاً في مجلة نيوزويك عن عقوبات دونالد ترامب الجديدة ضد كارلي وعن الغضب البارد الذي تمارسه السلطات مع الحكومة الصينية. قالوا لي: ما هذه إلا البداية، هذه العقوبات الجديدة، سنفعل المزيد، سنقوم بتلقين الصين درساً فيما يتعلق بلي فانغ وي. في الوقت نفسه تقريباً بدأ أحد أعضاء إدارة ترامب في التنديد بلي فانغ وي المعروف باسم كارلي وحكومة الصين على تطبيق تويتر. كان هذا الشخص هو كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية آنذاك. ظل لي فانغ وي لفترة طويلة من أشهر مهربي الأسلحة في الصين، ولم يتخذ بحقه أي إجراء، واستمرت المشكلة لفترة طويلة جداً. عندما كنت في الحكومة صعدنا هذا الضغط على الصين لحملهم على الاهتمام بهذا الأمر. بدأت إدارة ترامب في تكثيف الضغط على كل من الصين وإيران في آن واحد. كان براين هوك مسؤولاً عن إيران، وهو متشدد ومقرب من الرئيس. كان المفوض الأمريكي الخاص بإيران آنذاك. يهتف النظام الإيراني منذ 40 عاماً بالموت لأمريكا. إيران ناجحة للغاية في مهماتها لمحاولة إرهاب الشرق الأوسط. إنها مافيا دينية فاسدة أفقرت شعبها من أجل تمويل أيديولوجية يقومون بتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. الأمر المختلف في نهج هذه الإدارة هو أننا نقوم بحملة ضغط غير مسبوقة. لكن الغريب بالأمر هو أن براين هوك ظل ملتزماً الصمت تجاه الرجل الذي ربما كان المورد الأجنبي الأكثر أهمية لبرنامج الصواريخ الإيراني. ليس لدي أي تعليق على كارل لي، ليس لدي أي معلومات جديدة لأشاركها معكم في هذا الشأن. في منتصف عام 2019 خيم الصمت فجأة على واشنطن. لم نسمع أي شيء منذ ذلك الحين،
ترى ماذا يجري؟ كما توقف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد فجأة عن التغريد بشأن كارل لي. قررنا التوقف عن التغريد، هذا كل ما يمكنني قوله. حسناً، هذا غير مفيد، أنا أفهم ذلك. كان الصمت يصم الآذان كما يقولون، وصار ذلك لغزاً بالنسبة لي. مما جعلني أتتبع هؤلاء المسؤولين أنفسهم بعد ذلك بعامين. بين الحين والآخر أتصل وأسأل عما يحدث، لكنهم لم يتحدثوا عن الأمر. إما أن المسؤولين متحفظون في الحديث عن الأمر، أو أنهم يعانون من فقدان الذاكرة وصاروا فجأة لا يتذكرون شيئاً. علي أن أذكرهم وأقول كارل لي الصيني، ذلك الرجل، لكنهم لا يتحدثون عنه، بل وقد لا يكون في أذهانهم على الإطلاق، وإذا كان في أذهانهم فإنهم لا يعلنون عما ينوون فعله. بعد ذلك اختفى موقع هو إز لي فانغوي من الإنترنت. ماذا حدث لكارل لي؟ في إطار اختفاء الأثر في الصين، يسافر الفريق من داليان باتجاه الشمال. يعتقد أن مصنع الجرافيت التابع لشركة كارلي يقع على بعد 100 كيلومتر من مدينة الميناء، هذا وفقاً للمعلومات التي اكتشفها باحثون في كلية كينغز في لندن. إنه المصنع الذي يميز كارلي عن غيره في مجال عمله الخاص، المصنع الذي يجعله تاجراً ومصنعاً. مكتوب على المدخنة كلمة أهلاً وسهلاً، واسم الشركة سينوتيك كاربون. الشركة موجودة منذ عام 2006، ربع الأسهم مملوكة لكارل لي والباقي ملك لشقيقه الأصغر لي فانغ دونغ. السؤال الذي كان يطرح نفسه هو: هل أصبحت الآن منشأة صناعية خريبة؟ هل بقي منها شيء؟ أم أن أجزاء الجرافيت لا تزال تنتج بنشاط هناك؟ سؤال لا يمكن الإجابة عليه إلا من مسافة قريبة. بالاقتراب من المبنى يبدو لك وكأنه منشأة صناعية خريبة، مجمع حيث يشعر المرء أنه لم يعد هناك شيء يحدث هنا، ولكن بعد ذلك يمكن تحديد المناطق التي تحتوي على أحدث تقنيات المراقبة. توجد كاميرات كثيرة تراقب أي شخص يقترب من المصنع. يمكن إنهاء التحقيق بشكل مفاجئ في أي لحظة، لكن العكس هو الذي يحدث. يمكن دخول المصنع بسهولة، البوابات مفتوحة، ومن المثير للاهتمام أنه لم يكن هناك من تتكلم معه آنذاك. في موقع مصنع مملوك لأحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم، وبالفعل يوجد أطنان من الجرافيت هنا، وهي المادة التي يحتاج إليها مهندسو الصواريخ الإيرانية بشكل عاجل، والتي قدمها لهم كارل لي بكميات ضخمة. يبدو متداعياً، لكن ليس الأمر أنه لم يعد هناك أي شيء. من الواضح أن الإنتاج يجري في قسم واحد من الموقع الصناعي. نظراً لأنه قد يكون أخطر تاجر أسلحة في العالم، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يرشد عنه، وفجأة تصل إلى البؤرة المحتملة لإمبراطوريته وتقول: لا أصدق، هذا هو الرجل الأكثر خطورة، وهنا يبدو أننا في وسط لا مكان. ثم تتساءل: هل هذا معقول؟ لا يزال الرجلان يحملان بطاقتين في جعبتهما، رقمي هاتف من أقرب دائرة لكارل لي، حتى لا يعرض التصوير للخطر. سيجريان المكالمات بعد زيارة المصنع. لي فانغ دونغ هو الأخ الأصغر للي فانغ وي،
لقد كانت هذه مكالمة هاتفية رائعة حقا، لأنه أكد لنا الكثير من التفاصيل. قال لنا: نعم، لقد تعاملوا مع إيران في الماضي، لكنهم لم يعودوا يفعلون ذلك. والشيء الثاني الذي قاله هو أن المصنع لا يزال نشطا، والمنتجات لا تزال تصنع هناك. لقد أكد ما رأيناه في الموقع، وقال إننا للأسف لن نتمكن من مقابلة أخيه. ثم اتصلنا برقم آخر. كانت هناك تكهنات في تقرير بحث كلية كينغز بأن هذا يمكن أن يقودنا إلى الأخ الأكبر للعائلة. عندما سألناه عن لي فانغ واي المعروف باسم كارلي، قال إنه لا يمكنه الوصول إليه بنفسه في الوقت الحالي. أين يختبئ كارلي؟ ولماذا لم يعد يتحدث عنه أحد في واشنطن؟ في بداية إدارة بايدن أجريت استفسارات لطيفة حول كارلي، ولم أتوصل إلى أي شيء. أنا ضابط استخبارات سابق، لقد قمت بتغطية وكالة الاستخبارات المركزية وأجهزة استخبارات أخرى لسنوات. جعلني ذلك أتساءل، ربما قلبنا لي فانغ واي، ربما صار رجلنا الآن. ترى هل كارلي عميل مزدوج يخون شركاءه تجاريين ويبيعهم للعدو؟ إنها نظرية جريئة، لكن بالتأكيد كانت هناك مثل هذه الحالات في الماضي. أعني، ليس لدي أي دليل على ذلك مطلقاً، لكن هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي. لم أتمكن من العثور على أي تفسير منطقي آخر لصمت الولايات المتحدة المفاجئ فيما يخص لي فانغ واي. لو كان عميلاً مزدوجاً بالفعل فما كان ليعيش طويلاً في الصين. أعني أن عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في الصين ومن خلال التقارير العامة التي نعرفها كانت عبارة عن كارثة. كانت هناك ثغرة أمنية سمحت بإلقاء القبض على العشرات من مصادر وكالة الاستخبارات المركزية في الصين والزج بهم في السجون أو إعدامهم. وبعد ذلك يظهر دليل جديد. ظل متصلاً بالإنترنت لمدة 31 دقيقة في الطبعة الصينية من ويكيبيديا في مقال عن لي فانغ واي، مكتوب في سجل الإصدار في 8 يناير عام 2021 الساعة 6:58 صباحاً. أضاف مستخدم مجهول المقطع القصير التالي: في أبريل عام 2019 اعتقلت الشرطة لي فانغ واي للاشتباه في تهريبه البضائع والمواد المحظورة حكومياً من الاستيراد والتصدير. في أواخر عام 2020 احتجز لي في الحبس التحفظي في مدينة داليان. في الساعة 6:29 صباحاً تمت إزالة الجمل بواسطة نفس المستخدم. قدم السبب قائلاً إن المعلومات لم تأتي من مصدر موثوق. ترى هل هذا هو الجواب؟ أنه في السجن؟ ولكن لماذا لا يزال الـ FBI يحاول تعقبه بمكافأة قدرها 5 ملايين دولار؟ لا يزال هناك عنوان واحد للتحقق منه، وهو الأخير في القائمة. المقر الرئيسي لشركة 60% منها لا يزال مملوكاً لكارلي شخصياً. في هذا المجمع المليء بالقمامة توجد شركة لا تزال نشطة. اسمها داليان تراست إندستري، وقد حققت مبيعات بالملايين. تظهر بيانات الجمارك الرسمية أنه تم تصدير مكونات المفاعلات النووية من هنا. عندما دققنا الجرس لأول مرة لم يأتي أحد إلى الباب، لذا تحققنا من المنزل المجاور للتأكد من أننا جئنا إلى العنوان الصحيح. قالوا لنا إن العنوان صحيح، لكن يجب أن نذهب إلى الخلف لأن الجار قد يكون في الحديقة. هل يمكن أن تكون الإجابة على أسئلة الجميع هنا؟ إذا
ذهبنا خلف المنزل وسألنا عن كارلي. نحن نبحث عن رجل اسمه لي فانغوي، هل تعرفه؟ ربما سمعت عن لي فانغوي، أليس في السجن؟ أين؟ ماذا تقصد أنه في السجن؟ هل هو في ورطة؟ نعم، لقد سجن لبعض الأسباب، أنت تعرف ما أعني، أعتقد أنه في السجن. ثم فجأة سألنا لماذا أردنا أن نعرف، وبعد وقت قصير انتهى حديثنا معه. عند زيارة عناوين المكاتب المفترضة لشركات كارلي في داليان تشعر بأن كل شيء معطل تماماً. نعم، هذه عناوين خاصة، هؤلاء الأشخاص هم أفراد عاديون متقاعدون ولا أحد منهم يدير أي أعمال تجارية. ربما ليست لديهم فكرة بالضبط عما يتم فعله باسمهم. يبدو أنه الغطاء المثالي، درع دفاعي من أشخاص لا يدرون شيئاً، متاهة تبتلع أي شخص يحاول الاقتراب من لي فانغوي أو كارلي أو باتريك أو ديفيد أو تشارلز أو ساني باي أو سونغ دهاي أو أي كان ما يسمي نفسه. لكن هل يمكن أن يكون الجار على حق؟ أن الرجل الذي يبلغ من العمر 50 عاماً الآن في السجن؟ لأن الحكومة الصينية قامت بعد عقدين من الزمن بسحبه من المشهد؟ إذا كان هناك شخص يعرف فهو كريستوفر فورد، المسؤول الكبير الذي توقف فجأة عن انتقاد كارلي والحكومة الصينية على تويتر. هل كان أحد أسباب توقيفه في تلك اللحظة هو ما جعلك تتوقف عن التغريد؟ كما قلت لك، لست في وضع يسمح لي بالتحدث عن أي تفاصيل تتعلق بكارلي. كريستوفر فورد لا يعطي إجابة محددة لأن التطورات الأخيرة في ملحمة كارلي سرية، لكن كلماته تلمح إلى شيء ما. اعتقدت عندما لفتنا الانتباه إلى كارلي أنهم كانوا بصدد وقف جزء من الشبكة، بالقليل من الحظ قد يستمرون في فعل شيء ضده يبطل نقدنا. حتى يتمكنوا من القول هذه ليست مشكلة، ولم يعد بإمكاننا مناقضتها. في الماضي كانت الحكومة الأمريكية كثيراً ما تحصل على تنازلات من بكين كلما ناقش البلدان أمور التجارة، وبالفعل خلال الفترة المذكورة دعا رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ دونالد ترامب إلى تجنب فرض رسوم جمركية جديدة. آنذاك قدمت بكين بعض التنازلات مع وجود مؤشرات على أن اعتقال لي فانغوي ربما كان أحد هذه التنازلات. ولكن حتى لو كان ذلك صحيحاً، فهل تم حل المشكلة؟ هل صار العالم مكاناً أكثر أماناً بعض الشيء؟ لفترة طويلة كان لي فانغوي أيقونة مشكلة انتشار الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، لكن يجب أن أقول إذا صدم به غداً نيزاً فإن مشكلة انتشار الأسلحة لن تتبخر. هذه مؤسسات راسخة إلى حد ما، ويبدو أنها تتمتع بدرجة معينة من الحماية الرسمية وربما بالتصريح بالقيام بذلك. يعتقد أن شبكته لا تزال نشطة سواء معه أو من دونه. هذه منطقة معتمة نوعاً ما، وقد نسمع عنها لاحقاً أو قد لا نسمع عنها أبداً حتى عندما يتم فتح الأرشيف بعد 30 أو 40 عاماً. هذه قصة كارلي النموذجية، إنها نوع من الغموض الذي يزداد يوماً بعد يوم. ثمة محاولة أخيرة، وهي مكالمة أخرى لرقم الأخ الأصغر. أين كارلي؟ الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة. الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة.